بالنسبة للأسباب استدعاء شيكابالا، أعتقد المستوى في الفترة الأخيرة تطور بشكل كبير، ونتمنى إن احنا نتفرج عليه ونشوف وأديله فرصة إن هو يلعب حتى كسكند سترايكر كرقم 10. فبالتالي جات له الفرصة لحد عنده موجود معانا دلوقتي، إن شاء الله ممكن ياخد وقت إن شاء الله في مباراة شيكابالا زي بقية اللاعبين، أي حد ممكن ياخد الفرصة إن شاء الله.